أنا زنفل كبير الأطباء وكبير الاستشاريين وكبير العلماء والباحثين وكبير أي حاجة في قرية النيام اللي مكانها جنوب شرق شمال غرب، المكان اللي حضرتك واقف بتسمعني فيه. أنا المسؤول الأول والأخير وتقريبا الوحيد واللي مفيش غيره في قرية النيام، واللي بياخد باله من صحة الإنسان وكمان الحيوان وصحة أي حاجة تيجي في السكة. معانا الخدمة ممتازة سوبر لوكس، زورونا تجدوا ما يسركم. الباش حكيم زنفل، دراما إذاعية يقودها زنفل اللي هو أنا باقتدار، ومعايا أهل القرية في مواجهة الوحدة الصحية والوحدة البيطرية والعمدة وكمان مطاريد الجبل وشوية أشرار. الباش حكيم زنفل يكتبها الدكتور حسام شكري، هندسة صوتية هاجر عبد اللطيف، إخراج محمد الكاب، إنتاج بيتري توداي. يلا بينا نسمع الحدوتة. هو الدكتور مش جاي العيادة النهاردة ولا إيه يا بهلول؟ الدكتور زنفل اتأخر الليلاد، مش عوايده يا بهلول. النبي يا بهلول، أول ما يجي الدكتور أدخل الأول، الفراخ تعباني وعايزة علاج. أنا اللي معدتي تعباني ولازم أدخل الأول قبلكم كلكم؟ هو البني آدم أهم ولا الحيوان؟ خلاص سكوت، كرهتوني في اسمي. اسمع أنت، هو مش عايز وش الدماغ ده، كل واحد يقف ساكت يسماني سكاتو لحد ما الدكتور يجي، فاهمين؟ النظام، قلت النظام، مفيش غير النظام، مفهوم يا اخوانا؟ اللي جاي يكشف بشري يجي على اليمين، واللي جاي يكشف حيوانات يجي على الشمال، الكل يقف ساكت ما يندكش. السلام عليكم يا اخوانا. اهو دكتورنا وصل. وسعت هو الدكتورنا، ما حدش يدخل اوضه الكشف غير لما نادي على اسمه. كنت فين يا مساعد الغبره من الصبح؟ مش انت بعت لي اشتري الوصفات من عند صبري العتار اللي في البلد اللي بعده؟ سيح لنا، سيح لنا كمان يا متخلف، الكلام ده ما يتقالش هنا يا افلم سوجر. الكل مطرطق ودانه وعاوز يسمع. نظمت الكشوفات يا بجم؟ تمام يا دكتورنا. خد خد الحمار يرتاح شوية، خليه قريب مننا جايز احتاج له. يعني احنا ما ننفعش؟ ده انا خلاص اتنورت وعرفت الشغلانة واقدر اساعدك اكتر من الحمار. انت قدامك كتير يا خفيف عبال ما تبقى زي الحمار عفروتو. بعدين انا قلت لك عفروتو ده انا بتفائل بيه، بتفائل بيه، انما انت وشك غابرة بيقطع الخميرة من البيت. واقف جنبي وانا بشتغل انت بتعطلني، انت بتعطلني مش بتساعدني. ده انا المساعد الاول بتاعك. كل ما تفائل بيك تحصل داهية. ما هو يا ولا البني ادمين دول ايرف، وانت بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. انت ولا لو عديت هتجيب درافها بطلعت وشك البهية. معدتي تعباني ولازم ادخل الأول. مش قلت الكل يوقف ساكت لحد ما نادي؟ يا اهلا وسهلا، اتفضلي. واد يا بهلول. نعمين يا كبير. احلى حاجة ساقعة من التلاجة الخاصة بتاعتي علشان الانسة نعمات. بسرعة اتحرك يا حلوف. هو انا عندنا تلاجة من الاسل علشان اجيب منها حاجة ساقعة؟ برضو بتسيح يا ابو مخ مدلم. انت ورا ايه؟ انت حاشي دماغك دي ايه، رز؟ لما اقول لك كلمة تمشي معايا فيها، لا تعارض ولا تقاوم، مفهوم؟ اقول يمين تقول حاضر، نمشي يمين تقول حاضر، اقول شمال تقول حاضر، نمشي شمال تقول برضو حاضر. فهمت يا حلوف؟ نعمين يا كبير. اهلا حاجة ساقعة مشبرة. بسرعة يا بهلول، الحاجة الساقعة من التلاجة. انا في عرضك، الحقني الحقني، انا في عرضك، ابويا بيموت. ما عنديش كشوفات خارجية النهاردة، انت شايف العدد كومبليت. ها ولا انت مش ابوك يالا كان الحاج معتمد؟ انا عارفه كويس صح. يا دكتور ده تعبان جوه ما بيتحركش. والنبي يا دكتور كلك كرم وشهامة يا دكتور. الطب بيحب دايما النظام،
والنظام ما يعرفش إلا النظام. هي البلد دي كده مش عايزة تتعلم الدرس خالص. أنا عايزة أزقوكوا شوية لقدام وانتوا برضو مصممين ترجعوني لورا. الله يخرب بيوتكوا. الكل عايز مساعدتك يا دكتورنا، وبعدين هو احنا لينا حد نلجأ ليه بعد ربنا إلا انت يا دكتور؟ انت بتاعنا كلنا. والله يا أستاذة علشان خاطر الكلمتين الحلوين دول هكسر النظام، بس الأول إزازة الأزوزة هتبقى اتنين. الساعة يا بهلول الزفت، واجيبها منين بس يا دكتورنا؟ هتعف روتو يقعد مكاني لحد ما ارجع، هو عارف هيعمل ايه بالظبط في المواقف اللي زي دي. شايفاها غريبة يا أنسة نعمات مش كده؟ بصراحة ايوه، ازاي الحمار يقعد يكشف مطرح؟ ما هو برضو مش هيكشف، هو برضو في حمار بيكشف. كل ما هنالك ان الناس عارفة انه الحمار الخصوصي بتاعي، ولما بيشوفوه بيتمنوا هو بيتأكدوا ان انا راجع ليهم. ده قصدي يا أنسة. وبعدين ما احنا لازم نضحك شوية، ما هو لازم برضو نضحك برضو، ولا انت شايفة حاجة تانية بوشك ده؟ تمام يا دكتور اللي تشوف. خلاص الا شوفه يا بهلول، خليه يكشف كمان يا بهلول. يا حبيبي يابا استر يا رب. الله يخرب بيتك، وشك يالا كئيب. مش ابوك ده يالا اللي جيت لي من يومين وكان مات ورجع تاني حاجه كده؟ ما هو بيرتاحش اللي على دواك يا دكتور، شايف يا دكتور راجته ما هيتحركش. بسيطه بسيطه، انا ولني قله المايه اللي هناك دي. ايوه رش بقى المايه على وشه، عايزه يستحمى من القله. الحمد لله انت كويس يابا. جرى ايه يا حاج؟ انت بتخدنا عليك ليه؟ ما تهدى كده شويه، انا عايز بس اعرف الكشف بيجيب نتيجه ولا لا. بس انا مش شايف لا سماعي ولا ترمومتر، هتكشف عليه ازاي؟ هو الاخ مين بالظبط علشان بس اكون عارف وفاهم، ولا هي تدخلات وخلاص؟ دي ده اخويا سليمان، بس طول عمره عايش بره في البند وبيجي هنا قليل. تشرفنا يا استاذ سليمان. بقى عايز تعرف انا هكشف ازاي من غير سماعه ولا ترمومتر؟ هما دول بيعرفوا المشكله اللي عند البني ادمين التعبانين اللي زيك برضو. واضح ان معلوماتك في الطب قليله قوي، او تكاد تكون معدومه. معدومه بتنطق ليه مادام هي معدومه؟ والله بجد جديده دي، منك نستفيد. امال هتعرف المشكله ازاي؟ ها هتطلب تحاليل تعرف من ايه؟ والتحاليل مالها؟ التحاليل مالها ومال التشخيص؟ انت هتدخل عيشة في ام الخير؟ كمان يا حلاوة يا اولاد، مش معترف بالتحاليل، يبقى بقى رزم الاشعة والسونار ملهمش لازمة. هو الجسم يا ابني اللي بيتعرض للاشعة بيرجع سليم تاني؟ يا راجل ايه الكلام المتخلف ده؟ كل الوسائل دي شكلية، كلها اضرار وما منهاش اي فايدة. ياه ما هو بقى لأما أنا اللي اتجننت عشان بسمح لنفسي أسمع كلام مجانين من اللي بتقوله ده، لأما برضو أنا اللي اتجننت عشان سمح بالمهزلة ده تكمل للآخر. يا سليمان يا أخوي اهدي شوي، تعال تعال معايا بره لحد الدكتور ما يخلص كشف على أبوك. دكتور إيه اللي يخلص كشف؟ هو أنت الآخر اتجننت؟ لا أنا أكيد كده في كابوس. يلا يا سليمان يلا تعال نستناه بر، تعالوا يا بس وكل شيء يبقى تمام. ادينا بقينا لوحدينا، قولي بقى ايه اللي تعبك، ولا اقولك انا تعبك فين وعملت التمثيلية دي كلها ليه؟ تعبان قوي يا دكتورنا. بلاش بقى سهوكة، بلاش سهوكة يا عمو الحاج. على العموم علاجك عندي، هجيبهولك معايا. خد الجواب ده اقراه وانت هتبقى عالي العال. الجواب ده منها يا زنفول، هي اللي بعتتهولي بجد، هي اللي كتبته. من ناحية الكتابة اللي عرفوا انها لا بتعرف تكتب ولا بتعرف تقرأ ولا حتى عندها حد يكتب لها. وبعدين ما انت رخر شرحه، لا بتعرف تقرأ ولا بتعرف تكتب جوابات، بس ايه اللي بتبعتوها لبعض؟ بتكتبوا فيها ايه؟ وبعدين الجواب فاضي ما فيهوش اي كلام. قلبنا هو اللي بيكتب يا دكتور. قلبكوا ايه بس يا راجل،
قلبكوا ايه؟ هو انت لسه يا راجل عندك قلب؟ ده انت كسرت السبعين وهي وراك على طول. انا رأيي تتجوزوا بقى ونعمل لكم الفرح ان شاء الله في القرافة. على العموم خد علاجك وهتبقى زي الفل. ده علاج الدكتور زنفل، تاخده وانت متطمن. انت اللي هتحل المشكلة، انت الوحيد اللي بايدك الحل، ارجوك. عايز ايه مني؟ انت مش خدت الدواء؟ تحل لي مشكلتي. قولي عايز ايه مني بالظبط؟ حل مشكلتي، عايز اتجوزها. لا اما هفضل عيان ومش هطيب ابدا، ومهما تديني علاج برضو مش هطيب. وانت الدكتور يعني في الاخر هشيلها انا؟ هو كده، انت المسؤول عننا كلاتنا. خلاص اللي هقولك عليه تنفذه. ماشي، المهم هتجوزها. خلاص بقى، ده انت رغاي، هجوزها لك بس تعمل اللي هقولك عليه. معقولة يا مرسي اللي بيحصل ده؟ تخلي دجال يكشف على ابوك وتعرض حياته للخطر. ومين اللي قال لك ان زنفل ده دجال؟ وبعدين ما انت شفته اول ما دخل عليه ابوك فاجئه بقى كويس. برضو دجال، هو مش دكتور عشان يكشف ويعالج. اللي بيعمل كده يبقى محتال، بيشتغل بالدجل وبيعتمد على تخلف اللي حواليه. كتر خيرك يا اخويا على وصفك لنا بالتخلف. انا بتكلم على وصف الحاله، مش قصدي اشخاص بعينهم. مش هتفرق اللي عندك قلته، ولو محتاج الرد هيجيلك يا اخويا بعد الدكتور ما يخلص كاش. برضو بتقول عليه دكتور؟ لا يا مرسي، كده كتير. تعالوا يا جماعه، استلموا ابوكم صاغ سليم. ابا انت كويس؟ كويس خالص. مش قلتلكوا هاتولي زنفل؟ وانت تقول لي نروح البندر نكشف عند دكاترة، اهو ريحني وبقيت عالي العال. طب ازاي؟ من غير سماعة ولا ترمومتري يا افندي، لا اجهزة ولا تحاليل. الطب الحديث ما بيعتمدش غير على العقل والمنطق. تسلم يا دكتور زنفل، طول عمرك علامة. طب ازاي ده حصل؟ انا مش مصدق الرجل اللي عمله ده. ازاي يا سيدنا الاستاذ؟ انت ما تعرفنيش، انا زنفل حكيم قرية كفر النيام. تعالوا نتكلم برا، سيبوا الحج ده يرتاح وينام، اقفلوا عليه الباب يمكن يتخمد. جلقتنا يا دكتور، في ايه؟ طمن. مش والدي بقى كويس؟ هو كويس بس مؤكد الدور ده هيرجع له تاني. عموما انا لحقته، بس كل مرة بقى انا مش هقدر الحقه، المرة الجاية انا ما اضمنهاش. انا مش فاهم تقصد ايه. هو ابويا عنده ايه بالظبط؟ حلوة قوي 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 السؤال ده، احنا هندخل في صلب الحدوتة على طول. ابوكو عنده اختلال هرموني حاد فوقي واختلال انزيمي حاد برضو بس تحتي. ايه يعني ايه اللي قلته ده؟ انا مش فاهم حاجه يا دكتور. هرموني وانزيمي، معناها الكلام اللي هتقوله ده؟ هحاول ابسطها لكم، اصلي ساعات تعبيرات الطب بتبقى كبيره حبتين على الاستيعاب. الاول هسال سؤال، ابوكم عنده كام سنه؟ 71. كويس، الحاله اللي عنده بتيجي بعد سن 70، الجسم بيحصل له خلل هرموني وانزيمي. معلش يا دكتور بالراحه عليا، انا مش فاهم حاجه. يعني ايه هرموني وانزيمي دي؟ انا هستفسر منك بس انا مش فاهم. هبسطها لك، هو الجسم عبارة عن ايه؟ شوية سوائل بتجري في خراطيم وطلمبات، وبتمسك السوائل دي عشان ما تقعش من الخراطيم، واللي بيخلي الطلمبات دي تشتغل هي الانزيمات. طيب واللي بيشغل الانزيمات اللي بتخلي الطلمبات تشتغل فتخلي السوائل ما تقعش ولا تتسرب هي ايه بقى؟ هي ايه؟ شكلك فاهم يا ولا. الهرمونات. فاهمين طبعا كلامي؟ اظن كلامي واضح جدا. واحدة يا دكتور، انا عارف الخراطيم وبستخدم الطلمبات، لكن حكاية اللي بيمسك ويشغل دي انا مش فاهم منها حاجة. ابوه ايه؟ علاجه ايه بالظبط؟ عايز افهم. سؤالك برضو حلو، ويدخلنا على طول على العلاج. الهرمونات والانزيمات اللي انتم مش فاهمينها دي، اول ما العيل الصغير ينضج ويستوي كده ويبقى راجل، يختل ويرتبك
واول ما الراجل يعدي 70 برضه بيختلي ويرتبك. ليه بصراحة انا معرفش، بس يعني هو علاج واحد اللي ممكن يخلي العيل اللي بقى راجل ده ويخلي الراجل اللي بقى راجل عجوز، عشان نعدل الهرمونات ونظبط الانزيمات. انتوا فاهمين حاجة؟ الحقنا بالحل ده مهما كان العلاج غالي هنجيبه. لما العيل يبقى راجل بنعمل له ايه بقى علشان نظبط هرموناته ونعدل انزيماته؟ نعمل له ايه يعني؟ ايه هو العلاج؟ نجوزه. نجوزه؟ انت قصدك ايه؟ ابوكو محتاج يتجوز عشان يظبط هرموناته ويعدل انزيماته، بصراحه هو ده العلاج. اه لو تحس بي وتعرف حقيقه مشاعري، كل ما اجرب منك الجيك بعدت عني. طول ما انت قاعده تكلمي في نفسك وتصبري روحك وتقنعي نفسك انه فجاه هيجي يطلب ايدك، يبقى هتفضلي تحرتي في الميه ومش هتوصلي لحاجه. طب اعمل ايه ياما؟ يعني روح اطلب يده؟ ما هو اللي لازم ياجي. وهيجي ازاي طول ما انت مش قدامه؟ مش عارفه تشغليه وتوجعيه في شباكك؟ زنفل هيطير منك واللي عايزينه كتير. هو اللي في البلد قيمه وسيمه وعلم، ده دكتور البلد، حد يطول يناسب دكتور البلد؟ طب اعمل ايه ياما؟ قوليلي وشوري علي. اللي زي زنفل ده دكتور مال وهدومه ومتعلم ومتنور، اكيد عايز اللي ممكن يتجوزها تكون عندها ثقافه. مش برضو اسمها ثقافه؟ هما بيقولوها كده، اللي هي بتعرف يعني تتكلم وياه بالكلام الكبير اللي ما بتعرفش معناه. وازاي ده ياما؟ يعني تحفظي كم جمله كده كبيره سمينه زي ذكر البط كده وتروحي تكلمي بيهم عشان يحس ان غير الباقيين. اي والله. طب ومين اللي هيعلمني الكلام ده؟ مش عارفه، البلد كلياتها اللي فيها بيفك الخط بيعملوا له مقام. اصل حكم بلدنا دي بتكره التعليم زي ما العيال بتكره حميه العيد بالظبط. محدش في البلد بيتكلم كلام كبير غير الدكتور زنف. ما هو مش هنغلب، لازم نعلمك الكلام الكبير. بس لقيتها، يلا ورايا. على فين؟ على الدرس يرحمك، ما هو مش هيفلت من ايديك. هجوزهولك يعني هجوزهولك، ورايا وانا هقولك تعملي ايه.